يعد استخدام فيديو شهود العيان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أمراً بالغ الأهمية لعمل النشطاء والصحفيين. غالباً ما تكون هذه اللقطات هي الدليل الوحيد للتحقيق أو القصة، ومع ذلك فإن اتخاذ القرار بشأن كيفية مشاركة اللقطات بالعلن نادراً ما تكون عملية بسيطة. لاكتشاف كيفية تصوير مقاطع فيديو من الاحتجاجات أو النزاعات، عقدنا شراكة مع منظمة ويتنس لإنشاء دورات تدريبية جذابة حول كيفية التصوير ومشاركة أدلة الفيديو. ستتعرف أيضاً على نصائح مفيدة حول كيفية تحسين مهارات إنتاج الفيديو والمساعدة في إحداث تأثير حقيقي. اكتشف كيفية حماية هوية مصادرك في فيديو شاهد عيان، تخزين ومشاركة أدلة الفيديو بأمان، تعرف على المهارات الفنية اللازمة لإعداد مقاطع الفيديو الخاصة بك وتصويرها ومشاركتها. لا شك في أن انتهاكات حقوق الإنسان مهمة للغاية في مجال المناصرة، وباتت الأدلة المصورة أكثر أهمية من أي وقت مضى. اكتشف المزيد اليوم بالتوجه إلى موقع Advocacy Assembly. هيا بنا نبدأ.